كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي لبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. كلمني ناس كتير قوي بعد ما اتكلمنا عن اعتداء بعض المواطنين على الشوارع، وان هم بيقفلوا الرصيف بالسلاسل وجنازير. جت لي اتصالات ورسائل كتيره كلها بتتكلم عن الظاهره دي. واحد من اللي كلموني قال لي يا جماعه انه راح يزور قرايبه في منطقه من مناطق القاهره، وانه حاول يلاقي مكان يركن عربيته فشل، واكتشف ان الرصيف بقى ملكيه خاصه، حتى الشوارع الجانبيه كل واحد قافل حته من الشارع وعملها جراج خاص، والنتيجه انه ما لقاش مكان يركن فيه ولا حتى مكان عام، والنتيجه انه فشل يكمل الزياره. وبعد ما ضرب مشوار طويل مشي بعربيته لمكان بعيد وركنها ودفع المعلوم ورجع تاني. نفس الشكوى دي من ناس كتير، ان شوارع بعض احياء القاهره والجيزه اصبحت مقفوله، ما يمكنش الواحد يمشي فيها او يتحرك وهو راكب، ودي ظاهره لازم تنتهي لانها بصراحه عنوان للفوضى. وفي كل مكان في العالم الشارع ملكيه عامه، مش من حق حد انه يقفله او يمنع الناس منه، وده دور الاحياء انها تنظم مكان لركن السيارات وما تسيبهاش كده سبهلله. لكن اللي حاصل ان كل واحد بيقفل حته من الشارع يحولها الجراج، وده لان الاحياء غايبه او نايمه. الحقيقه الموضوع ده اصبح مشكله ومحتاجه حل وتدخل من الحكومه، واحنا عارفين ان الحكومه بتحاول يعني انها تواجه، لكن للأسف الشديد طول ما مفيش نظام ولا قانون ما نقولش للناس انضبطوا. لازم يكون في نظام، ولازم يكون في أماكن عامة للناس يركنوا فيها عربياتهم، ونمنع أي حد إنه يقفل الشارع أو يعملوا لحسابه. موضوع بسيط بس عايز إرادة قرار. كان معاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.